السلام عليكم ورحمة الله، كيف نتم؟ لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا صحيحين معافين. اليوم إن شاء الله نحضر مع بعض واحد طويجن من ألد ما يكون تقريبا مفضل ومحبوب من عند الجميع، اللي هو طاجين اللحم بالقوق والجلبانة. فغتبعوا معي طريقة التحضير ديالو، مقادير اللي بسيطة ويلا على بركة الله. فكنحتاجو في المقادير تقريبا كيلو من اللحم، كنحتاجو القوق يعني بحسب الرغبة الكمية اللي توفرت، الجلبانة حتى هي انا هنا تقريبا عملت كوب ونصف، الملح غادي يكون بحسب الذوق، عندنا زيت الزيتون تقريبا ربع كوب، والقليل من الحامض مصير يعني القشرة ديال الليمونة اللي كتكون يعني مصبرة يعني مخللة عفوا، وغادي نستعملو الملح، الإبزار أو الفلفل الأبيض الأسود اللي توفر، الكركم، الزنجبيل، القليل من الكزبرة الناشفة، واحد الرشة من القرفة، ومن طبيعة الحال واحد الضريس ديال الثوم، راه نسيت ما نزلتوش هنايا مع المقادير. وأكيد غنحتاجو واحد البصلة تقريبا متوسطة الحجم اللي غتكون مفرومة ناعمة جدا. والطريقة سهلة فحال اللي كتشوفوا معايا، غادي نسخنوا زيت الزيتون قليلا في الطنجرة ونعملوا فيها طريفات ديالنا ديال اللحم حتى كيتشحروا مزيان، نضيفوا فحال اللي قلتنا نضيفوا البصل ونضيفوا التوابل ونعملوا لها المرق اللي غيكون هو الماء الغليان ونخليوها تطيب على المهل. انا هنا استعملت طنجرة عادية، بغيتوا تعملوا الطنجرة ديال الضغط ما كاين حتى شي اشكال من طبيعة الحال. من بعد ما خلينا الطنجرة ديالنا شدينا عليها، فغادي ندوزو نقشرو القوق اللي غادي نستعملو له واحد شويش ديال الماء مع العصير ديال الليمون الحامض، ونحكو به يدنا مزيان، فركوهم باش ما كيصبغناش وما كيكحلناش البشرة ديالنا الجلد ديالنا، اولا كنستعملو القفازات اللي كنعملوهم في المطبخ كيكون افضل. والحبة القوق اللي قشرناها كنفركوها جيدا بعصير الليمون الحامض بحال هيدا باش ما كتكحلش بزاف، ونخليوها في ديك الماء اللي اصلا فيه العصير ديال الليمون الحامض. القشور كثر من القوق، هادشي اللي عطى الله، ما جبرتوش في السوق داك النهار الحمد لله، اللهم ديك شويه نزولوا منه الشوق ولا ولو. وحلي شفتوا معايا الطنجره ديالنا هي الحيمة طابت، فغادي نضيف ديك القويقات ونخليهم حتى كيبدا كيدخلهم طيب، ونضيف لهم الجلبانه لانها دغيا غادي تنضج، ما غتاخذ ناشي وقت طويل بزاف. ملي كنضيفو الجلبانه كنضيفو معها حتى ديك الطريف ديال الحامض مصير، وكنخليوها كتغلي وكطيب، وكتجي واحد المريقه ملبيه ولذيذه غزاله مشاهدكم فيها، تاكلوها ان شاء الله بالصحه والهنا. الطويجن ديالنا ديال القوق والجلبانه ها هو ده موجود، لذيذ وغزال كيستحق التجربه اذا باقي كنتو عمركم ما جربتوه. وطبعا الناس المغاربه اللي هما معروف عندهم وغني عن تعريفه من الشهيوات اللي كتكون في هذا الموسم هذا، تاكلوه بالصحه والراحه. واذا عجبتكم لا فيديو والوصفه من طبيعه الحال ما تنساونيش من بزاف ديال اللايك والشير بالكومنت، الاشتراك في القناه اذا كنتو باقي ما اشتركتوش، وفعلوا الجرس باش توصلوا ان شاء الله كل جديد. وفحال دائما خليت لكم الراحه والرحمه، والسلام عليكم ورحمه الله.